أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من بعضهم أن حكم تعليق الدعاء بالمشيئة ينقسم إلى قسمين، الأول إن كان من باب الإنشاء فهذا لا يجوز، وإن كان من باب الخبر فهو جائز. وعليه فإن قلت لشخص الله يوفقك إن شاء الله فهذا جائز لأنه من قسم الخبر. الرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام، نهى عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ما فصل في هذا. فنحن لا نأتي بهذا، لا نعلق الدعاء على المشيئة، بل ندعو الله جازمين بأنه يجيب الدعاء بدون تعليق بالمشيئة، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. نعم.